في هذا الصباح وبهذه التحديات الانطلاقات التي تتواصل مع حضراتكم. وشوطنا الثالث بعدما تابعنا شوطين للصعوب، شوطنا الثالث ايضا كذلك خصص للصعوب الفطامين. هكذا الانطلاق وهكذا الابداع وهكذا الاثاره في هذا الصباح مع الابكار مقدمه الشوط والمركز الاول والصداره بلقى في هذه اللحظات. ايضا الغزيله يقدمها سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي يقدم الغزيله مع المركز الاول، بينما المركز الثاني بلقى شاهنيه محمد بن عبيد الشامسي خذت المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذا التقدم عندك بن حبتور في هذه اللحظات، لكن بسير هناك على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله. محمد بن عبيد الشامسي يتقدم مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن. روح الشامسي مع المركز الأول مع هذا الاندفاع مع هذا الابداع المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. بينما هناك المركز الثاني في هذه اللحظات عندك ايضا هناك يا بن مفتاح، المركز الثالث عند بن حبتور، لكن بسير على مقدمه الشوط العصافه الابطار ما شاء الله وتبارك الرحمن. روح محمد بن عبيد ما شاء الله، ويبدو ان سلاله مناور الشيبه. يا سلامي على هذا الابداع، يا سلامي على هذه الاثاره، على هذا الانطلاق والتحدي المستمر مع المركز الاول محمد بن عبيد الشامسي. لك التحيه على فوز مناوره وحصولها على المركز الأول والعصافة الأبطان. يا سلام يا ذكر الله. المركز الثاني عند الكتبي، المركز الثالث عند الحبتور، المركز الرابع عند أيضا هناك بن مفتاح، والمركز الخامس أيضا يأتي كذلك أيضا مشاهد العزاء عندك يا بن براك. لكن بعود إلى توقيتنا مقدار 46 دقيقة أيضا التوقيت الزمني في هذه الصباح مع أيضا مناورة وأيضا قدمها محمد بن عبيد الشامسي. لك التحية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والعصافة الأبطان.